التقرير والستات بتقول انها بتتفرهد، ده طبيعي. استاذه رغده، كنا بنتكلم واحنا في الفاصل عن مساله اتيكيت العزومه بقى، والاوبن بوفيه ولا نعملها سات منيو يعني، والناس تقعد وكده، وكمان مساحه البيت، فايه الافضل؟ اكبر ترابيزه سفره في مصر فيها كام كرسي؟ 8 او 12 ماكسيمم. 12. هل انت هتعزمي 12 بالظبط ولا اكتر من 12؟ طالما زدتي عن ال 12 لازم الكاتيجوري تتحول من سات منيو لاوبن بوفيه. طيب. ما ينفعش اتيكيت كل الضيوف انكلودنج الاطفال لازم يبقوا قاعدين. ما قدرتيش تقعدي العدد ده كله، فطبعا في رمضان اكيد مش هتعزمي 12 بس يعني. اكيد. انا ليا واحده صاحبتي بتستنى انها تعزم الجروب كله. مثلا الجروب بتاع 30. طيب. كله. طيب. يعني حرام عذاب عذاب عذاب. لا بس والله ساعات الاوبن بوفيه بيبقى احسن. طب بس بقى في الاوبن بوفيه عايزاكي تنبهي الناس لحاجه، نوعيه الاكل اللي تنفع، لانه طبعا البيت بيبقى كرسي هنا وما اعرفش ايه، بنشيل بالسجاجيد وبنحاول نعمل فراشه وكده. لازم نوفر الترابيزات الصغيره، لو انت اكيد الاوبن بوفيه بياخدوا الاطباق ويروحوا يقعدوا في الصالونات او في اي حته اللي هتريحوا. لازم بقى توفري على كل كنبه مثلا ترابيزتين صغيرين علشان ساند الاكل، عشان ما ينفعش. ان انا ما هو في ناس بتضطر لانه برضو ما عندكيش العدد ده من الترابيزات، وفي ناس بتيجي شده ترابيزتين حاطه السلطه، تعرف برضو الواحد طبعا براحته ما يجيش قال لك اتصرف. فبنضطر ساعات، وانا حصلت لي دي كتير، ان انا اخد الطبق على رجلي واحطه. هو ده طبعا هو ده مش اتيكيت. بس خلاص في الاوبن بوفيه ساعات بيبقى في الزحمه مع الاصحاب، ساعات حته الاتيكيت دي بتتكسر شويه. علشان يعني لازم الفوطه مثلا، حته مثلا الفوطه اللي بتتحط النابكن لازم تبقى متنيه. في ناس كتيره تروح فردها وحطها، لا لازم تبقى متنيه، وسبب انها تبقى متنيه عشان لو الشوربه اتدلقت تمتص قبل ما تبل المكان بالظبط. فانت صعب قوي ان انت توفري، هتحطي الفوط ولا هتقعدي في الاوبن بوفيه؟ ما بيبقاش كده، بتاخدي الطبق والترابيزه جنبيكي، بتقدري تحطي العصير بتاعه، وبتستعملي بقى ترابيزات الصالون في الترتيب، بتحاولي تستعمليها، بتشيل التحف طبعا والكلام ده كله، وتحاولي تبقى موجوده للمشروبات للسلطات والحاجات دي كلها. مش هقدر اجيب كم الترابيزات والا هيبقى شيء مكلف اكتر لو اضطريت اشتري كمان ترابيزات. لا هو بيبقى فيه طبعا او اجرتها يعني. لكن انا اقصد نوعيه الاكل، يعني في ستات برضو لازم تاخد بالها من طبيعه الاكل. بس هو لازم في رمضان الشوربه دي اساسي. طبيعي الشوربه والاطباق ده اساسي. البوله وخلصت. بالظبط. بنحاولوا الناس لو تلاحظوا في رمضان محدش بياكل خضار كتير. الناس بتميل للعينين كمان، العين بتشوف قبل البق زي ما بيقولوا. انا دايما بقول العين بتاكل قبل المعده. لازم العين بالظبط، العين بتاكل قبل المعده. فتذويق الاكل، انتوا ممكن تعملوا مثلا النواشف بقى، السمبوسك والحاجات دي بتلاقيها اساسي في الكفته صغيره، الكفته الكوبيبات الحاجات دي كلها، الحاجات النواشف محدش هتلاقيه اكل طبق رز وخضار وقعد ياكل في اي فطار. هتلاقي الخضار كله محطوط زي ما هو. بتلاقي الصينيه بتطلع هي هي يعني طبق الخضار. هو بيرجع تاني الثلاجه. فدايما ايه حته الخضار، في ناس تقول لك يعني ممكن تلاقي واحد او اتنين اكل من وسط ال 30 دول. فبتحاولي تراعي النواشف اكتر. طبعا النشويات حاجات ما فيهاش عظم كتير يعني، مش فرخه. الحاجات البانيهات اللي هي اللي بتتاكل بالايد، لان في اكل بيتاكل بالايد واكل تاني لازم شوكه وسكينه. كل ما حاجه صغرت بالظبط وبقى لها، ممكن في حاجه بيبقى فيها الكردون او بالظبط التوث بيك، الكلام ده كله معموله بالفويل وينجز، الكلام ده كله، لان اي حاجه مش جريسي او مش فيها دهون كتيره يعني. بالظبط ما فيهاش صوص، ممكن تتاكل بالايد. الفطاير الكلام ده كله، وهي دي الحاجات اللي بتبقى مطلوبه تتعمل في عزايم رمضان. طبعا بتهتمي اكتر بالعصاير، لان دي برده الناس كلها بتبتدي بالبلح، اللبن، العصاير، الحاجات دي كلها. وبتبقى بقى بيبقى بيحصل، بتلاقي بقى ايه على اخر رمضان كده بدات الناس ايه، احنا اكلنا كذا ودي عملت كذا ودي عملت كذا، طب نعمل ايه جديد؟ فبتلاقي استنبه بقى. فبتلاقي بقى الناس اخر رمضان بلوكات اسكالوب بانيه. انا عن نفسي اخر رمضان بقلب سي فود. طب احنا هو النهارده اول يوم رمضان. ايوه انا لا بس انا بقلبها اخر رمضان عشان الناس تبقى زهقت بقى من الحاجات دي، فبنقلب سي فود في اخر رمضان، بيبقى ليها شوقه زي ما بيقولوا. خلاص بصي هتلاقي في استنبه في العزايم، رز بالخلطه، ديك رومي، عرق، يعني هو ايه، وسكالوب او فراخ بانيه، فراخ بانيه واقلب. فطبعا هي دي المشكله، ان انت بتلاقي استامبا. فايه التجديد بقى؟ انت ممكن تعملي حاجات الفول بطريقه معينه كاورديفر، تحطي اورديفر مع السلطات. احنا بنتفضح لو عملنا عزومه وحطينا فيها لا اورديفر مع الاكل. انا ما قلت طب والله ان في عزومه، في ناس في ناس بمناسبه اول يوم وتاني يوم برضو شكلها كده. لا هي المشكله بس ان في ناس بيعملوا بيفتكروا حاجات، يعني مثلا مره انا رحت عزومه ما كانوش عاملين غير فته ومش عارفه باين وكشري وحاجات شعبيه كتير قوي. عملوا فته وكشري ولحمه مسلوقه ومش عارفه ايه، اللي هو ايه احنا هنحولها شعبي.
اكلات شعبيه على اساس ان احنا مثلا بناكل على طول الفراخ البانيه والكفته وفي ناس مثلا تشاينيز مثلا لسه هقول لك في واحده مثلا رمضان اللي فات انا اتعزمت معزومه مغربي كان كل الاكل مغربي الكسكسي المغربي والمش عارفه ايه انا عايزه اقول لك الاكل المغربي بصي انا اتعزمت عليه حريره دي او حريره والحاجات دي تحفه تحفه لقيت العزومه كلها اكل مغربي فهو الابتكارات دي الابتكارات الواحد بيبتكر وفي الاخر كله هيترضي وهالاكل هيفيد في الاخر هي دي المشكله والمشكله بقى في اللي بيفيد ده والست بعد كده بالزبط. طبعا عزومه وكل يوم فاش تاكل جوزها تاني يوم بيقول لها انت هتجيبي لي بواقي بقى العزومه لازم اكل هو احنا مش هنخلص طبعاً. ولو معزومين يومين ثلاثه بعدها بتلاقي قبل بيروح بقى موائد رحمن في الحاجات دي يعني لازم يعني اصولا يروح الحاجات دي لموائد رحمن او جوامع او كده. طب سؤال برضو هل من الاتيكيت لانه انا بقى اتحطيت في موقف زي ده مع ناس وانا اتضايقت من صاحبة البيت انها ما كانتش معانا وقت الفطار يعني هل ده اتيكيت انها تفضل هي قاعدة بقى لا اصلا ما بفطرش وتفضل قاعدة على جنب واحساسي بشكلها المرهق خالص وانا كبيرة هي بتحسسك كده ان هي تعبت قوي فاللي هو لا بالعكس ده انت بيقولك حتى جوزك ما يشوفش شعرك وهو ملفوف في البيت تخيلي ده الاتيكيت انك ضيوف يجولك ده بالعكس ده انت المفروض قبل كده الفطار بنص ساعه تاخدي شاور تحطي حاجه خفيفه طبعا مش هقول ميك اب بس حاجه خفيفه كده والبخور يتولع والورد لو في ورد طبيعي يتحط في البيت وتبقي مرحبه قوي حتى لو بتمثلي هو الواحد مش لازم تعرفي تمثلي تاكلي طب انا مثلا ساعات ما بفطرش غير عصير وشوربه بحب ما اقدرش اكل غير بعد العشاء بس لو عازمه حد بمثل انا عايزه اقول لك انا لسه كنت بكلم انا وسحر في حلقه من حلقاتنا انا لو معزومه عند حد حتى لو الاكل ما بحبوش ومش قادره اكل بضطر ان انا اكل واكل كويس بس حته ان الاكل ما تحبيهوش دي بقى يا وما قدرتيش تمثلي لا انا لازم معلش انا اسفه في سؤال مهم قوي لازم تساليه كمان انت لازم تسالي هل كل اللي جايين بياكلوا سي فود او سمك في ناس ما بتاكلش سمك خالص في ناس بتجيلها حساسيه كمان بالسمك فلازم تبقي عارفه كويس قوي لو في حتى شخص واحد ما بياكلش كده يبقى معمول صنف اضافي ده اساسي لازم يتسال ده من الاتيكيت لازم تسالي اللي جاي وبعدين طب تحبوا طبعا ما تقترحيش لان ممكن حد يطلب منك حاجه تتدبسي فيها المهم يعني انت نفسك في ايه كمان بالظبط تقعدي بقى انت تعملي عايز رجلك كيكي بالظبط كده فاللي هو ايه يعني لازم تسالي الاول هل في مشكله لو عملت مثلا سي فود في ناس ما بتفضلش سي فود مع الصيام في ناس الكلام ده كله فهي دي بقى الحته المهمه ان انت لازم تسالي قبل ما تعملي الاصناف وعاده برضو الحلو بتعملي حاجه بسيطه لان في سؤال دايما بتساله في موضوع الاتيكيت لما حد يجيب لي حاجه اقدمها ولا ما اقدمهاش ايوه صح لازم تقدميها كادو لازم لما يجي لنا كادو نفتحه وانا انبهر قدامه ونوري قد ايه سعاده مش ناخده ميرسي ونحطه في ناس بتفتكر ان ده عيب يعني ايه افتح الحاجه اللي هو جايبها يعني احنا ما جبنالوش حاجه ما جبناش حاجه حلوه لا بس على شرط ان يكون مثلا افرضي مثلا انت عازمه 50 فرد واللي جه تورتايه ايس كريم كده ومفيش اصناف تانية زيها دي بقى في الحاله دي طالما مش هتكفي العدد كله ومش هيبقى فيه مثيلات هي مثلا بتلاقي مثلا معظم اللي جايبين حاجات حلويات شاميه فبتروحي فرشه كله وفاتحه العلب وحاطه الكلام ده كله انما لو لقيتي صنف واحد يا اما بتطلعيه بقى بعدها بشويه للضيوف مثلا لو لسه قاعدين او حاجه لان لازم يكفي الكل ما يبقاش بس متحنسي الناس هم قاعدين يعني كل واحد ياخد حته صغيره لو سمحت يعني انا ليا واحده صاحبتي بتجيب لي الحاجه اللي هي جايه تزورني بيها اللي هي بتحبها عشان احنا اتنين دارسين اتيكات مع بعض فاللي هو انا جايبه لك كذا عشان هاكله معاكي النهارده اللي هو ثقه بالنفس يعني طب ما ايه رايك تيجي نروح نشوف الشيف هشام وانت معانا كده مش ده من الاتيكات برضه